السلطة الرابعة من جديد تبسط سيطرتها على الرأي العام والخاص برمته، ففي أول حدث من نوعه في فلسطين أقيم هذا المؤتمر الذي يعالج الإعلام الاجتماعي العربي ودور وسائل الإعلام بشبكات التواصل الاجتماعي في فهم الرأي العام، بعد أن وصل نسبة الشباب الفلسطينيين المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي إلى 82%. هذا المؤتمر الأول الذي يركز على الإعلام الاجتماعي ببعد عربي ودولي، لأول مرة تستضيف فلسطين هذا المنتدى بصبغته ولونه العربي للاستفادة والإفادة في عالم الإعلام الاجتماعي، وأيضا وضع الضوابط التي تؤهلنا للاستفادة أكثر فأكثر من منصات الإعلام الاجتماعي، سيما أنه الجهد ما زال مشتت في فلسطين رغم أنه مكثف بهذا الاتجاه، ولكن مشتت ويحتاج إلى ضبط إيقاع وترتيب وتوظيف باتجاه البعد التنموي وبعد الصمود والبعد الوطني الفلسطيني. وبات اليوم واضحا ما هو الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الاجتماعية في تطوير محتوى المضمون الفكري والإعلامي في المجتمعات، فالإعلام الرقمي بات يشكل أهم وسائل التعبير عند المستخدم لاستخدامه أكثر التقنيات تطورا. منظومة الإعلام الفلسطيني قائمة على تعدد الوسائط، منها ما هو التقليدي ومنها أيضا ما هو الرقمي والإلكتروني، وباعتقادي أن فلسطين تستضيف هذا المنتدى المهم يشكل في حد ذاته دفعة إلى الأمام نحو تطوير الأداء الإعلامي الفلسطيني والمنظومة الإعلامية برمتها. المهم في هذا الأمر وهو تسليط الضوء على الإعلام الرقمي وأهمية الإعلام الرقمي سيفيدنا في مجالات شتى فيما يتعلق بوسائل الإعلام الفلسطينية. استخدام هذه التقنيات أمر بات من الضروري وبات مهما جدا في ظل المعيقات الكثيرة التي تضعها إسرائيل أمام حصولنا على هذه التقنيات. وقد شارك في هذا المؤتمر الرابع على مستوى العالم العربي عدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية، وسط غياب المشاركين العرب من هذا المؤتمر بعد منع إسرائيل من إعطاء تصاريح لهم لحضور هذا المؤتمر الذي ينشر الوعي لأخلاقيات التواصل. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.